السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أصدقائي المشاهدين متتبعي بين سبورتس، تحياتي، تحية للزميل باسل طبال، تحية للأنصار، تحية للجماهير، تحية للمشتركين هنا عبر قنوات بين سبورتس. اتجاهنا الباسك الإسباني هنا في استاد الريال أرينا، يلتقي برشلونة الوصيف الملاحق المباشر للأتليتي بانتظار تأكيد الوصافة وبانتظار اقتناص الصدارة. 60 نقطة للمنتصر البارحة في فيغو ضد السلتا، ريال مدريد 66 نقطة، أتلتيكو مدريد جديد نيو مازال كيربح ويكرس الصدارة والريادة باستحقاق. البرسا ثالث إجابة منتظرة في نهاية الأسبوع رقم 28، الرد على الثنائي العاصمي بوسكيتس وطبعا بيدري. بالنسبة للهجوم في جد التشكيل، في جد الحلول، في جد الروح أو في سميل الأخير من أجل اللقب الغالي بين ثنائي العاصمة، من أجل انتصار العداد. هنا انطلاقة وسريعة، الكرة الخاطفة، ترجع الكرة عن طريق جوردي ألبا وترجع الكرة مرة أخرى، كرة باسكية خطيرة ملعوبة وضربة مرمى للألماني تير شتيغن. آخر خوري أبطال أوروبا بعد ترتيحة جمعتين وأسبوعين، الآن خليناهم معنيين بالليغا يساندونها وفي كل وقت، والبرسا لها رجال لتحقيق الانتصار ورد ممكن رد المشككين، والسا طرف وعبور طرف وفي تعادل اثنين. يلعب الكرة عن طريق الهجوم، عرضية الطرف الثاني القائم قد يكون فيها أفضلية تشيلسي والسيتي وموم. 7 أهداف في هذا الموسم، الفرنسي غريزمان كرة طويلة من ومواصلة المشوار، ميسي بالاختراق كرة ديست والهدف الأول خطير، الدفاع مرتبك وفي لمسة يد على الأرجنتيني البرشلوني، خطيرة ليونيل والعرضة والهدف الأول يضيع، هنا كرة خطيرة ليونيل ميسي يركن كرة ولكن سهلة مقابل 8 انتصارات آخرها 2016 لنادي السوسيداد. هذا الفريق الباسكي من روحهم من عد يضغط بريسينج من البرسا، ولكن مهارة الباسكي تخرج السلام في العمق لليزاك، لا يلعب الكرة خطيرة والمتابعة والحارس 4-4 لا يفسخ واحد يتعدى بالثاني، لا يلعب ميسي، يمشي ميسي، وين يا ميسي؟ داخل في الحيط، يطلع بالراس فوق الجدار، يضرب كرة بالراس ميسي عن طريق مينغيزا، أوسكار وين يا أوسكار؟ شو تدعمه يا سوسيداد، ترجع الكرة وسط الميدان، حتى كرة بالراس، سيميوني ساق على ساق والقهوة على يمينه، يتفرج ويساند في الريال سوسيداد، يريد على الأقل التعادل، يرضى بالتعادل. جوردي أول هربة أول طلعة أول صعود من البا، دفاع كونترا تاك إيزاك يعمل ممتاز ولكن الدفاع وتمشي إيزاك والحارس مش ممكن على روعاتك اشتغن، اخطر كورة في كل الاحتمالات الممكنة، الريال سوسيداد كان قريبا من هز الشباك، تمشي كورة ممكن تتغير ل62 يا البارسا هي، والكورة ميسي استنى في كورة، جرى كورة لجوردي والهدف الأول يضيع، والهدف الأول عن طريق غريزمان، 1-0 لبرشلونة، الكتالوني يسجل الهدف الأول، 1-0 للأسف عن طريق أنتوان غريزمان، 1-0 بعد إصرار، 1-0 بعد تركيز من اليسار، 1-0 بعد ضغط وإصرار، تقريبا نفس السيناريو، يعني دخل على الكولوار والطرف وكان ميجنر إلى العملاق أيضا، كان إلى الحارس مانويل نوير، كلاسيكو بأي حال ستعود، يعود بأسيست والهدف الثاني، يعود بأسيست الولد الشراني يتقدم بالثاني لبرشلونة، البرسا اليوم وغدا، البرسا البارحة واليوم، البرسا جيل من جديد. اعتقد ان المباراة ممكن تخلص 3-1، البرسا يحب يخلص بالهدف الثالث، كورة مقطوعة
غير زبال لعب شعراته أكثر من كوراته، والكرة بتسديدة والدفاع. بورتو عاود له يا بورتو، بورتو هرب طايح لونجلي، بورتو خطيرة. يمشي يهرب ديمبلي، يمشي شوت ديمبلي، يرجع الدفاع، تعدى بلغة المراوغة بلغة الترسيرو، والهدف الثالث، الهدف الثالث من ظهير طائر إلى ظهير طائر، ويطير البرصة برزقك يا باسكي. 3-0 للبرشلونة، 3-0 للبرشلونة. ماذا تصنع يا سيرجينو؟ ماذا حط الكرة في الظهر، يلعب الكرة ميسي، والرابع الرابع 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 الرابع، راس مدور ولا مستطيل ولا مربع، يسجل الرابع. الشراني الشراني، مخه غير مخاخنا، فكره غير افكارنا، راسه. تمشي الكرة للخامس، يمشي غريزمان، حتى الكرة تعرف لا فيش ظهر، ما فيش بار، ما فيش قايم، ما فيش حارس، ما فيش. البارسا يرجع لايام الخمسة، الخمسة من ديمبلي. دخلنا التاريخ وكتبنا الاسطورة، في الاخير تبقى البارسا. سوبر الماتش، يلعب لي ميسي، ما لا باسا يا حتى الكرة ميسي، حاول طريقته غريزمان، وغريزمان ليو. والدفاع ثقيلة ثقيلة على خامس الليغا. الباسكي عن طريق الاتاك يلعب الكرة، يعدي خرج كرة ديمبلي، يهرب عثمان، عثمان ديمبلي، والهدف للريال سوسيداد. نوغول، ترجع الكرة ديمبلي، ديمبلي ديمبلي ديمبلي، والهدف الخامس عالمي، الكيتو ديل برشلونة، المانيتا يا برشلونة، هدف خامس هو أجمل أهداف المباراة. ما هكذا تساق الأمور يا سوسيداد، هدف عالمي من ديمبلي، أرصى وهدف خامس. المهارة الفردية، القوة البدنية، السرعة، ويتقدم بسرعة الفهد، يضرب بقوة ويسدد بقبضة حديدية على مرمى الحارس. ترجع الكرة مرة أخرى، حلوة 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 الكرة للريال سوسيداد. جول 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 بارنيت شيكا يسجل. شو تحب ترجع؟ 5-1 يعملوا مجرين تجريد، تحب يرجع 5-1 ايه ممكن ترجع. شوف الهدف، شوف الكور. جوردي ان شاء الله فقدت الولد، ما راهاش ان شاء الله ولد جوردي ما شافهاش. طاح 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 جوردي.